ما تامل إيه فيها ولد الجوع والهم فيها من الديابة والحوش واجب وتجوعك تجوع وتشبع لا ما هو التشبيع ما هو مثل التجويع تجويع أكثر من التشبيع لكن فيها خوف خوف فيها ديابة خسائرها طال عمرك واجد أكثر من ربحها صدقت والله ما خسائرنا أكثر من لا رأيتكم شايبة شايبة إبرا ديرة الإبراهيم إيش عاد جاء منها فيها إبراهيم إبراهيم والله عدن تربية ولا إيش بنتاكله كانت ديرة حزن كانت ديرة حزن ما حلو يا واحد لما ايش الابي ارض قاحله حره والله ما يصير نكمل حتى العز والله ما ترى فيها نكمل سالفتنا ان شاء الله الله يسقي بلاد الكوره قام بخير كل هذا البرايم يا عشا يا نعم عيلي ايش ايش عشا عمره النوابل الله يسقي بلاد الكوره عشا قاعد حد قاعد قوموا وايش؟ ابو كل بالعافية. وين وين؟ واحدة من الشباب قلت انت لا اعطونا واحدة منهم. والله كلهم بس عرفت سمو سمو. بسم الله. والحين تخليني اقيم الحين. اقول وين البيت؟ ايه حلوه ذي وين قلت عنهم خلي تاخذها كاش على يسرها حوت عرقت البورصه ايه انت شفت مني ما تيك توك يقول ما جاها شيء اما ايش ابراهيم كشكول كشكول قلت كشكول يا طويل العمر يمدحون لك الحظه لو كان فيها وسعه صدر لكن ما انزل يا ابراهيم هلا تبي ابراهيم يطول العمر هذا ابراهيم دبادب هذه من الديار اللي جيتها تهرول تقل عدل ايه ابراهيم من الديار اللي جيتها تهرول لازم تعجل مش عارف خلف على مش عارف يا عزبادي لبن شيء لبن اي عزبادي اي ما في بقاله ما في بقاله شو يا اخي دبعت لا مثلا في مشعل الدب يا اخي والله العظيم مشعل رد فعل قوي يا حي الله يبارك سلم تعال الرز هنا اكثر لا تحشر رجل خمسة على صحن واحد لا بجيكم من الحين صح وين هو؟ يا محمد اكل 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 يا علي انا بحالي الواحد يقول ما داكل اكل يقوم على طول اقول اكل اكل والله اللي يبغالي اقوم والله اني ناشف لك يا حول ولا قوة يا ورع يا النوس هلا يا الله هلا بعاي الله يبارك فيك ايه هلا عقبها بالراحة حسين اتكلم اكو سلطان من اخو حسين ولا سؤال عربي ما سلطان كان معنا هنا حسين والله تقول نواف اعرف كنا ناخذ من اخويانا هنا نايمين هنا خمسة وهني ثلاثة هني ثمانية هنا 14 هنا ناقصنا كم ستة مستريح معنا سلطان كفو الشاهدات اللي هلبة ايه الصمانة لا هاي تي وخلطة معه شوية الصمانة في عاجي يقول كفو من جايبه هذا؟ من جايبه؟ الله هرمي طاعت كم الأولى ذيك؟ تعال والله تونا نشوفها الحين هبلة ها هبلة شوية اللي آخر قوضي اللي بيخاشرني فيه دش خاشر بس واجد هذا يقولوا لا والله على قد السلطان اي والله واجد ما كان سلطان هذا وقت العنصريه زين اعطني يوعدكم بسعدك مين والله من بيت حميه والله ما حد يسلم كذا وين كان بيتصور عطني اياه واجد كان بيتصور عطني اياه شركه هذا ايه كان فيك تقدير الكبير ما خلص انت اسمع ما تبدأك بيني وبينك لو انا قال قصيري قصي ابو سوق السبع جار لكن هذا ما تفلق ما تفلق جار انا علمك على سبع جار بعلمك
شفت العنصريه تلعب الله يعلمك. انت تدري ان الشركه بعض الاحيان ما فيها بركه بعد والله دار انا عنصريتك ما على جنب النهر ما تودي ديره على جنب النهر مره تصير مره تخير مره تنع خلنا يضحكوا يستحس فلوها ما عاد بقى 10 ايام وقام بعد الدنيا فتح فلوها استانسوا انا ولا مفلهم استانسوا انا لحظات الزين ما معك بارد يبرد عليك انس الميمون لان شقه من شعرك وانس تو قايم منهم جاي ياكل يضحك ومن ذل ضرب الذنب ومن ذل الوجه ذلك الماقر وابو معدي بيحط شقه وابو بندر جاني هناك وقال هذه كلها ابو بندر يا سلطان ها عطني شوي عطني شوي ها هو هنا وش حلاش سلطان عنده مشاريع الحين في برنامج المراجع والمعلم ثاني ها المعلم هذه مدروسه صح هذه محيوسه اه صح لا لا انا سامع احنا انت سامع هنا سامع هنا سامع عن صوتك وهم يتقهوي وقاعد كله بس انا هلا يلا السلامه خل خلص من يوم اثنين بزنس ولا اقول خلاص ولا خلصنا ما خلاص لا العيد يا انا اول يوم هناك الحمد خمسه لا لا الا اول يوم خمسه ها ها انت ولا والله انا بس انا خاطر البدايه كان بسم الله ما عليك منهم شباب يلا الحرش يا صوت ونعم يا شفتوا عزوز كيف يغتنس الفرص؟ انتم تتهاوشون على الشركات عندي انا حفظه انا حفظه قال ابو بندر من حب الله اعطى ضيمه والله يا خير كان مزوجين كلها بيضة وهج هذا معقول ما سوى بذي كذا والخير طاير من ايدك هو هنا كلمني رجع مره انا حاطه قال مبروك مبروك ابو يا رجال يا رجال يا رجال شطه المطرح انا يبي لا لا تعطي عنده شطه لا ما اعطي عنده خويك في الخط عنده شطه حق خوي خله عنده شطه عنده شطه يا ريزي المطرح هاي ما شطه اخلص اخلص يلا تزرق في زرقات واجد انت اتفاهم معك شوي داخل لا علمك ليه؟ في الباك العشاء صراحه هذا البوط ما في ياكل العشاء تبون شطه قولوا لا البوط اذا ما في حدا ما غط منه ابرك ابرك حلو بركه قال بركته مر عليه حلو بس مر عليه بالجبل حتى انا ما ابغى لا سلطان دويح سلطان دويح سوي قال خمسة ثلاثة أيام طايح في المطبخ كلها هو والله ها نسولف فيها من الصباح ما شاء الله عليه القوطي من يد نشيط لنشيط ما شاء الله ما عنده علوم هي مهدى ترى بيسولف ترى بيسولف ايوه نتعشى بس تمام عندك عندك اهداف يا سلطان اهداف في البارح ما بين تويتر والسناب والله ضحكت عليك امس يوم تقول حمد ملحم يدور له واحد يدعمه ضحكت انا وين؟ كنت مع متعب شيران في المقطع البارح في المزاج المغربي انا منزل عليه احد يدور حليب مراعي في المزاج المغربي يا رجل عندك حليب مراعي؟ عطني حليب مراعي عطني عطني كذا العامل منصدم حليب مراعي شبيب حليب قوطي ما لا اصعد الموضوع بس قبل اطول حنطلع حليب مراعي طلعت عليك باسلوب ثاني يا
المغرب عرف متاخر يعني ما خوي شدني انا سوابي في الخط رايح جاي ترى عطر السماطرة عطونا السماطرة لا انس لا زي ما به يوم رحنا نيه الحصر ولا ترز نواف اسمع انس يوم رحنا الحصر رقد سلمني السياره انا بسوقه يوم وصلنا للحصر صلينا ورجع يرقد وصلت البيت راعي يرقد جاء ماجد اخي كان يتابعنا الله يذكره بالخير انت معي قال ميدي انزل قلت فطان نفطر قال سلطان انا وراي الدوام بروح للدوام ما نبي امك الحين قال افطر الناس خلنا نفطر حط راح اشتري كان انا وراي الدوام المهم هو وراه قطع عمرك نازل ماجد كذا بالنوم في عيونه قال ماجد الفطور وارقد عندنا ولا مخلص رحده انا فيني طالع من وراي الدوام من امي هنا موجوده المهم ركب متر ودبره النوم بين عيونه انا قلت الله يستر الله يضرب بوابه ذاك كنت معي يجي فينا العيد المهم يوم رجع طال عمرك يدق قلت علومك خلصت قال لي خلصت قلت خلنا حق معرض العطور سالم حزام موجود فيه قال لي يلا يدق علي منا في الحسا نبي حزام معرض العطور معرض العطور قلت الحق عليه نبي نلحق عليه والله الاهداف انا عايز السنابات ابو صالح فيه وين معرض العطور الحسا العطور في الرياض ابن ابوي يا زين حسب الحسا وال وال دق علي قال ميدي يلا 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 بجهز اغراضي قلت يلا انا عاني ماخذ النظارات وجاي قال اسمع وين قلت انا جايبين عشاء معنا في الطريق ما نبي نوقف نبي انت عشاء اخوي يا ريال يا ريجي انت عشاء اسمع قال تبي قهوه جاهزه قلت لا ما نبي قهوه ما بيها تبع قلت انا بجيك اخذ قهوتنا في الطريق ماشي قال يلا ويجي ننزل الموتر حتى ما اخذوا عطى مع ماجد قال لنا حجرين نركب انا وياه يفتح الجوال ويغرد في تويتر ما ادري ايش كان يغرد المهم تغريدته طولت في الطريق واجد الرجال ثقل عليه شوف التويتر المهم قلت خلنا نمشي هذا عند كان سعيد جايكم يا مجموعه الله يوفقك انت معي انت معي ايش جوك راح ارتفع تاق عند سلطان دبي حسب يشركم المهم انت معي ارتفع الهاشتاق المهم ارتفع تقنع عقبه المهم ويمشي الرجال يهدي وصلنا خريص طال عمرك والرجال عاده توه المهم قلت سلم حزام يصور وعقبه ما وصلنا الرياض طلع وصلنا سعد على سالم حزام طالع يتعشى اسمع سالم حزام عاد عنده عمل خاص يتعشى طالع من الحزة الرياض ابو سالم حزام عشاء عمل خاص مع 400 كيلو 500 كيلو ابو صالح يا رجال هو زي مشكلة ده هو يعطيك نص الساعة ويخلي نص الساعة هو كلمني ان اللي بنص اجل كل دقيقة خليني اقول انت بنت تسالم انا ما ابغى بس الثاني عندي هو اعطاك النص اللي عنده المهم الرجال قال والله اسمع قال ميدي يلا بنروح معرض العطور قلت ان انت الوقت ورانا عمرك ورانا نقاط وانا متفقين مع الاداره الرجال مع الاداره قال سلطان دوحش يا رجال خلي الاداره اسمع حلو ما ادري بزعل لان ثنائيته فهمت انا ما عندي ثنائيه ثنائيه خلاص انت قلت لي عندك خلاص مو مزعل اي واحد يجي معك ثنائيه انت معي ابرك ما يجي هو كلمني وانا في كلمني وانا في راكد صير كذا والله ما حتى العطور ما طبعا سمعت رجالكم شو قرار؟ الحين سمعت دار عندي شيء بيه سلامات الحين إيه علي كلهم بيدخل بشوي يوم ما أكلمه قلت خالص قال لي خالص مو خالص لا بنمشي أتوسع كم الحين؟ أي والله ما أدري العصير نعم يوم خلاص مشي أنا وزع إحنا بنمشي قال هو عندي رجال ما راح اقابله انا مهم قلت لي مشتاق بنتظرك انت نروح انت مشتاق نشرب شاهي ونخلص ونروح محل قهوه عندنا مع حسن حتى ابو بندر الله يجزاه نبيك يا محمد دخل على السناب يا واضح عندك شغل راح نتابع الدوري الجمهور في الكافيات الله يكرم والله ونعم الرجل كلمني قال بغى انت شيء بغى انت ناقصك شيء في العمل ولا ما خلص امورك عين ربعنا كلهم ناقص بيض الله وجهك والله لو ما خلص احنا نمون عليك انت غير خيركم ساعه ومواتركم تحتنا عيونكم طيبه المهم انها جينا احنا يا مدينه المعرض قدك مسكت عين رجل كم وصلت يا ابو دوي وصلنا 11 ونص قفل 12 وصلنا 11 هذا جايبين معها عيشة معنا قلت خلينا نوقف نتعشى قال لا يا رب جوالي مو مسكر طال عندي انا يجيك طاير
ولد خان تلفزيون ما شاء الله بن عين هذا هلا 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 عطوني ما عندي له هلا على مستوى اللي وقفنا ايه يا وقفنا شو يعني على مستوى ولا ما عندي صوت مسكر قلت يعني خلاص ما علم ايش انت سوينا وقفنا عند العطور الا انا اعلم ايش انت قلت طال عمرك اعلم ولا ما اعلم علم انا اعلم يعني طيبكم تخلون مني اعلم اعلم طالبه خلي السالفه تبدل لا تو يا ربع عادي عادي هي عادي امحق هو ترى عادي عادي بس احنا الحين امحق هو اعلم اعلم اتفاقيه اعلم ولا ما اعلم يوم وقفنا يوم وقفنا استعجل تو عرض العطور لا لا تعلم يوم ما كان طعمك عجل طعمك وخذيت لك معك لا بيض وجهك على السالفه الطيبه لا قرب على الصحن لا العلوم بتطيح ايوه يا سلطان طيب ترى من رفيق زي اللي تبي ترى رفيق اخذ 10 ايام ترى رفيق ثاني ما بيش لك ولا شو كلام صبار البارح شو يقول لك الفجر شو يقول لك صبار هذا مطوع شو قال والله لا احدك على الرصيف والله ما انا والله ما احدك على الرصيف والله انا والله لا اضربك في المنصوره اجيب علمك كلها والله لا اضربك في المنصوره قدام لا ترع علمك كلها من الف الى ما عندي شيء اخبيه علم انا علمك لا في شيء تخبيه هذا انا فاضح نفسي خويي زميلي صديقي طيب بتقول ايه طال عمرك ما بحلم الا طيب وان كان عندك شيء بتقوله بتكتب عليهم هذا من رداء من رداك طال عمرك من طال عمرك قل علومك كل بوح ولا ما يقول علمك كثر علومك قل علومك كل احلاق كل قل برقته يا تعش يد ان شاء الله سؤالت عنك سؤال زينه من اول ما طلعت من البرنامج انا ادور السؤال في زينه معينتها منك بس في حاجه واحده تدرون شو اللي مصبرني عليه اجيب له عيشه واخليه ياكل ما عاد يتكلم جيب له العيشه بس حط له من انواع العيشه خليه ياكل ويقلب ذا تويتر وقلب سميته وقلب البارحه سميته المصممه هو الكاتبه فلانه البارحه يثني عليهم كلهم واحده واحده بيض راح واجلس ما قصرتي بديتش لبى قلبش علوم مبدع فيه ما شاء الله سميته طار الشلبه منزلتي انا ابو صالح كفو منزلتي معه كفو مع بعضكم اخيره اثنين ما شاء الله جاك جمهور ايه جاني جمهور يا اخي ما خلينا ما خلينا نسير يا اخي بس بعض مسكر الليزر اللي مطالعين لا قال له كلمة علم عندك شيء معلم كان علم ها ما صار برنامج واك اذا صار علم ولا ما علم علم بعلم لازم تعلم حول بحول لكن والله لكن والله ولكن والله صدق لو صادق حبيب الله والله يذمك يذمه وانا على عشاء وجعلها طال عمرك مهب رجال ان الرجال ان الرجال ونعم الرجال شوف صح انه يجي بيننا وبين ذا لكن والله من طيبه القلب ومن حسن الاخلاق ومن التربيه الطيبه ومن قبيه عزيزه ونعم في الجميع من غير نقصان فيك والله امسك قوي لا والله ما به ممسك بمسك والله انا خابر والله لا به ممسك ولا على شيء ولا على شيء وعلومه طيبه لكن الرجال حب يمزح مزحه شويه ثقيل هذا مزحه ثقيل هو لازم يضربك في رصيف ما يرتاح حتى لو انك اخيه لازم يضربك في رصيف بس الرجال طيب الرجال طيب والله انك طيب طيب حبوب على نياتي طيبه وحبوب على نياته وانيق ووسيم اي والله وجهك وجودي اجك معي في الرحله ترى سبحان الله عارف حركات يا اخي يعجبني محمد احنا مشغلين الجوال سناب وعلى سبكر وما قال وقف ولا قال شيء اول صبار كلمنا يوم تعدل محطه قال وقف 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 سبكر قلت يا رجال ما ادري الفجر بيذن وقف خلنا نشتري للشباب عيش يا شباب جياع الشباب ايش أصدقى هو لازم يحط فيها دقة إيه قول ما عندك أخص قول الجمهور ده عارف إن سلطان دويحز خلطي خليطي عادي عطهم كيس عليهم الجوال أسبقر قلت وخلنا نجرب خلنا نحطه عسى أموج أسبقر
اقول اطفي الجوال شوي. لا تدري الشباب كم يبغون حرجك. يوم جيت عند المحطه شغلت الجوال كلمته ثبت طلع الصوت قال وقف وقف وقف. يعني ايش معناها؟ وضح للجمهور ما فاهم ترى. الجمهور وقف وقف بسرعه عشان يفهم الجمهور وانا اعرف ارد عليه. والله هذا المود الربع كان مبروك لكن انت حلاق قليله. انت ما ادري كيف طلعت من ربعك، ما ادري كيف حطوك قدام البرنامج. انا ما احطك ما اقدمك طال عمرك حتى في الطابور المدرسي ما اقدمك قدام، اقدمك في برنامج واقعي. انت عندي عورك ذا بدل حيه حيه يا حولنا احسن عندي الحين بيجي من خلفان يقول يجيب سندويشات ونفاشات. والله العظيم منهم هذا مفرحات وإن آخر الليل مفرحات ولا مشعلات. على عيش الحمد لله يجعل لي العافية. مرحبا بك الحمد بكل بقى يا بني صديقي بستمر بكل بقى يا سلطاني. أنا أي واحد أروح معه سفر أحط معه ثنائية إلا أنت. وأنا أي واحد أروح معه في السفر تكفى أنا مش اللي أصحن أنا شبعنا ولا خليها سلطان. كل ما بغيت أحط عليك سقاطة قلبي ما يطوعني. شو يقول؟ قلبي لا يطوعني، قلبي الصغير لا يتحمل. شفت ترى الناس اللي كلهم اللي ما يحب بعض عينهم مرصفين أيه. لانهم كلهم يكرهون بعض يفكرون في بعض اللي ما يبغون يمزحون مع بعض فلذلك ما يبغون يكشفون اوراق بعض لا. بس اللي عند الناس اللي كلهم يضحك مع بعض ويسكت على تراهم خلاص وصلوا باب المحبه خلاص ما عندهم شيء يتحفظون فيه. الجمهور يتابعنا ما يدري ايش بين محمد وبين الجمهور يستانس يبغى يستمتع يعني بالله عليك إيه. اروح انا وياك ونجي ولا في احداث ما في شيء ما في سوالف اقول هذا ما صار شيء اصلا راح يسكت جاي يسكت. الحمد لله يطعم هذا آه ورزقني غير حول مني ولا قوه. والله انا من ابرك الرحلات اللي رحت معك. الحمد لله استانسنا انبسطنا. انا كان ترى يوم رحت والله انا الصدق انك ما سكت بي وقطعت الطريق جزاك الله خير. بيض الله وجهي. الحمد لله يطعم هذا ورزقني غير حول مني. يوم غيري راقد طلع عمرك حاط الرجل على رجل. ولد ولد ابكي ترى ما انت لا 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 الفله والضحك غلط ترى غلط مو كذا ترى الرز من حاط الرز ذا ها لا حاط الرز ذا ها عاد بيسوون رز ثاني ترى غلط طلع ما بال ليش هذا الرز من تحط ولا في شيء ثاني ما ادري عنه شفتك رجاله ما يدري. سلطان زين شاهي زين شاهي من اللي شخط عنه؟ ها؟ من اللي شخط